السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وردة بست ورقات. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنعملها هنقسم السقف بتاعنا نصين عن طريق خط واحد فقط، سواء طول او عرض براحتك، المهم ان هو خط واحد فقط. قسمت السقف نصين، هبدأ ارسم دايرة في نص السقف. الدايرة دي هيكون المقاس بتاعها 1.80 × 1.80، هتفتح برجل على 90 سنتي وترسم الدايرة. رسمت الدايرة، هبدأ أقسم الدايرة على 6 أجزاء بنفس البرجل بتاعك، هترتكز بالبرجل على خيط النص مع تقاطع الدايرة، وتعمل تقاطع في الدايرة، تقاطع يمين وتقاطع شمال زي كده. ودي كده النقطة رقم 3، بحيث تكون 1 2 3. بترجع لتقاطع الدايرة مع خيط النص، برضو بترتكز بالبرجل وبتعمل تقاطع في الدايرة، تقاطع يمين وتقاطع شمال. هتجيب خيط العلام وتوصل النقط ببعضيها، هتختار خط واحد بس، وليكن مثلا خط النص اللي احنا قسمنا بيه السقف، ممكن تختار اي خط تاني براحتك، وتبدأ تقيس من بداية تقاطع الدايرة مع خط النص لحد السنتر. ايا كان المقاس ده بتقسمه نصين وبتعمل علامة. على سبيل المثال نص قطر الدايرة 90، نصها 45. ال 45 سنتي اللي هي ربع الدايرة بتقيسها وبتقسمها نصين، وبتجيب نفس البرجل اللي انت رسمت بيه الدايرة الكبيرة، بترتكز بالبرجل بتاعك في سنتر الدايرة، وبتعمل علامين اتنين في البرجل عند علام نص الدايرة وعلام ربع الدايرة، وبتعمل فتحتين اتنين في البرجل وبترسم الدايرتين. هنيجي على الدايرة اللي في النص، شغلنا الاكتر هيبقى عليها. الدايرة اللي في النص دي متقاطعة مع 6 خطوط، هتجيب خيط العلام وتبدأ توصل علام من كل نقطة بكل نقطة لحد ما توصل تلمس بالخيط الدايرة الكبيرة. على سبيل المثال هشد خيط من النقطة دي للنقطة دي لحد ما المس الدايرة الكبيرة، اجي للمنطقة اللي بعدها هشد خيط من النقطة دي للنقطة دي لحد ما المس الدايرة الكبيرة، كل النقط بتوصلها ببعضها زي كده. شوية في الحتة دي بحيث يركز معاك. قول اعدها ركز معايا بقى في الحتة دي. بص يا فنان انا عايزك تركز معايا في الحتة دي. هنيجي عند الدايرة اللي في النص، الدايرة اللي في النص طبعا متقاطعة مع 6 خطوط بتتقاطع معهم زي النقطة دي او دي او دي، تمام. هنبدأ نجيب خيط العلام ونوصل علام، علام واحد عند كل نقطتين. ازاي؟ من النقطة دي للنقطة دي لحد ما المس الدايرة الكبيرة الخارجية وتقف، تيجي للمنطقة اللي بعدها النقطة دي بالنقطة دي لحد ما المس الدايرة الكبيرة الخارجية وتقف، بتوصل ال6 نقط ببعض زي كده. اشرح اقول تاني؟ هي دي اللي معايا. بنقل على النقطة اللي بعدها. بس انا كنت عايزك تفهمه، يبقى الشغل كله في اتجاه واحد ما تعكسش. ما هي هيشوفها بقى. ماشي. بص يا فنان ركز معايا، هتبدأ تفتح برجل من اول تقاطع الدايرة الصغيرة مع خيط النص لحد تقاطع الدايرة الاكبر منها، تفتح برجل على قد المقاس ده وتلف ترسم دوران بارز لحد ما تلمس خيط الزاوية وتقف زي كده، وتنقل على النقطة اللي بعدها وتبدأ ترسم نص دايرة فقط، وتنقل على النقطة اللي بعدها، وتنقل على النقطة اللي بعدها. البرجر اللي احنا رسمنا بيه في البداية الدايرة الكبيرة والدايرة اللي في النص والدايرة الصغيرة ده لوحده، ده سهل ومعروف، ده كده يعتبر كان اول برجل في رسم الوردة. ركز معايا، هنبدأ نفتح برجل من اول النقطة دي اللي هي تقاطع الدايرة الكبيرة مع خيط الزاوية لحد بداية الدوران البارز بتاع الوردة، وتبدأ ترتكز عند تقاطع الدايرة الكبيرة مع خيط الزاوية لحد ما تلمس الدايرة الكبيرة وتقف، وتنقل على النقطة اللي بعدها، وتنقل على النقطة اللي بعدها، وده كان البرجل رقم 2. البرجل رقم 3، البرجل ده هيتفتح منين؟ تقاطع الدايرة اللي في النص مع الدوران البارز بتاع الوردة. هنفتح برجل من اول النقطة دي لحد سن او حرف الوردة من بره من الخارج مع تقاطع الدايرة الكبيرة، هنفتح برجل على قد المسافة دي وتلف ترسم دوران لحد ما تلمس الدوران البارز بتاع الوردة اللي بعديها زي كده، وننقل على النقطة اللي بعديها اللي هي تقاطع الدوران البارز مع دايرة النص اللي هي النقطة دي لحد نهاية سن الوردة مع الدايرة الكبيرة.
هنبدأ دلوقتي نعزل الوردة عن بعضيها. طبعا في الوقت الحالي كل ورقة منهم لها سنتر، السنتر ده ماشي على خيط الزاوية مع الدوران البارز. هتبدأ تسيب فراغ من أول تقاطع الدوران البارز بتاع الوردة مع خيط الزاوية، هتسيب فراغ للخارج بالمقاس اللي انت عايزه. انا بالنسبة لي 13 سنتي كويس قوي. ليه؟ عشان في النهاية اركب شريحة جبس سنتي ونص يمين وشريحة جبس سنتي ونص شمال، يعني الفراغ في النهاية هيكون 10 سنتي مناسب. هقيس من النقطة دي 13 سنتي للخارج وهعمل علامة، وده هيكون البرجل رقم 4 اللي هو من اول سنتر الورقة لحد العلامة اللي انت حددته بتاع الفراغ اللي بين الورقة والورقة زي كده، وتنقل من سنتر الورقة دي لسنتر الورقة اللي بعدها وتلف ترسم دوران. مفيش داعي تقيس، البرجل بالفعل معمول زي كده. وبنمسح كل نقط التقابل اللي احنا مش محتاجينها اللي هي النقطة الصغيرة دي بس. وكده مسحنا كل نقط التقابل. بالنسبة لنقطة التقابل الصغيرة بتاعت نهاية الوردة، طبعا بالفعل الدايرة الصغيرة الداخلية محددة لك النهاية. وممكن طبعا تجيب البرجل الصغير بتاعها اللي هو البرجل رقم 1 اللي رسمنا بيه النص دايرة وتوصلها زي كده زي كده. وكده الوردة بتاعتنا اترسمت متفنشة نهائي. هنبدأ دلوقتي نخش قيمة بيت الليد لكل ورقة من الست ورقات. الموضوع بسيط جدا، نفس البراجل بالترتيب، تخش قيمة بيت الليد لكل برجل من الاربع براجل اللي اشتغلنا بيهم، 7 سنتي 10 سنتي براحتك. البرجل رقم 1 كنا بنرتكز بيه في سنتر الورقة مع تقاطع الدائرة الصغيرة، هنخش بس قيمة بيت الليد للداخل زي كده، وتبدأ ترسم الدوران من اول خط الزاوية لحد خط الزاوية. هنجيب البرجل رقم 2 اللي كنا بنرتكز بيه على خيط الزاوية مع النص دايرة، هنزود في البرجل بتاعنا للداخل نفس قيمة بيت الليد وتلف ترسم دوران. طبعا مفيش داعي توصله للنهاية. البرجل رقم 3 كنا بنرتكز بيه عند تقاطع النص دايرة بتاعت الوردة مع الدايرة التانية اللي هي النقطة دي، كنا بنرتكز هنا بنفتح البرجل لحد سن او بداية الوردة وبنلف نرسم دوران. نفس البرجل هنقل منه 7 سنتي للداخل وتلف ترسم دوران زي كده. طبعا مفيش داعي توصل للنهاية. ونيجي للبرجل رقم 4. طبعا البرجل رقم 4 ده اللي بيحدد الفراغ بين الورقة والورقة. حددنا فراغ بين الورقة والورقة 13 سنتي وعملنا علامة، وكنا بنفتح البرجل بتاعنا من اول سنتر الورقة لحد العلامة 13 بحيث نلف نرسم الدوران. نفس البرجل ده اللي هو البرجل رقم 4 هنزود فيه بعد ال 13 هنزود فيه 7 سنتي للخارج زي كده. وكده دخلنا قيمة بيت الليد للورقة. بتجيب بقى برجل برجل بالترتيب، على سبيل المثال البرجل رقم 1، وتلف على ورقة ورقة ترسم الدوران بتاعه. البرجل رقم 3 البرجل رقم 4 هنيجي في نص السقف ونعمل دايرة 20 في 20. الدايرة دي مش هتنور ليد،